بمشاركة عدة وفود من جميع أنحاء العالم، افتتحت الطبعة الثالثة للمنتدى الشبابي العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية بمدينة بلباو الإسبانية. المنتدى الذي سيمتد لثلاثة أيام سيكون فضاء آمن للشبان الصحراويين للتعبير عن أنفسهم بكل حرية وإسماع صوتهم من خلال الدعوة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتسوية النزاع وتقرير المصير. إن المنتدى الشباب العالمي الثالث للتضامن مع الصحراء الغربية والمنظم ما بين 11 و12 و13 أكتوبر 2024 بمنطقة بلباو الباسكية تحت شعار الشباب يبني جسورا لأجل صحراء حرة، له قاعدة للتواصل والاستمرارية وتنفيذ البرامج المشتركة، ويعتبر محطة دورية للتضامن وكسب مزيدا من التأييد لكفاح شعبنا في نيل الحرية والاستقلال، وهي فرصة لتعريف أكثر بالقضية الصحراوية وحشد الدعم الدولي لها. الطبعة الثالثة من هذا الفضاء الشبابي ستتخلله ندوات وورشات عمل من شأنها تحسيس الشباب الصحراوي والرأي العام العالمي بالنزاع في الصحراء الغربية والسعي إلى تحقيق العدالة والسلام. اشتغل على مدة طيلة عام ونصف لتحضير هذه الندوة اللي في هذا الوقت بالذات تأتي من أجل تأكيد حق الشعب الصحراوي في المصير، وأيضا تمكين الشباب الصحراوي وإعطائه مكان أو الاستراتيجيات المناسبة لمواكبة آخر المستجدات الدولية ومناصرة والمرافعة والمناصرة قضية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ونحن كشباب صحراوي لازم نوصل هذه الرسالة للشباب الأوروبيين، نعتلهم لهم أنه دولتنا محتلة وعن فيها خيرات، ونحن كصحراويين ما نجابرينهم اللي في المناطق المحتلة وهم جابرينهم واللي في اللجوء نفس الشيء، ونعرفوا قضيتنا بشكل عام، وصراحة فيها قدر من الأفود اللي نناقشوا معهم هذه المواضيع، مواضيع حقوق الإنسان، مواضيع الثروات اللي في الصحراء الغربية. تزويد الشباب الصحراوي بالكفاءات والمعرفة والموارد التي هم في حاجة إليها ليصبحوا قادة فعالين ومساهمين في تغيير مجتمعهم هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المنظمون، إلى جانب رغبتهم في وضع شبكة عالمية للدعم والتعاطف والتعاون بين الشباب من مختلف أنحاء العالم.